دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا السدولا دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لن يزولا لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لن يزولا وأنت الإله الذي لم يزل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تعالى وحنوب لابنا يو عشر دين كساب سناي إن الخط العربي قارهان خط الرقعة خط كرقعة إن ولي وحن كجرني حروف تهجائية أه وهنجادة أه وحن سو قارن مانتا حرف الهاء وحن سو قارني حرف الهاء حرف الهاء سيدي لوديغا كيف نكتب حرف الهاء هذا مركي بلابانيسو هلكا سايكا قلو عانتهي فا عمل ايا كدريسا هذا مركي بلابانيسو هلكا سايكا جبانتهي كدب فا ايا كسو دريسا هلكا سايكا جبانتهي فا ايا كسو دريسا هذا مركي لحظة مريسو وسط الكلمة مركي غرشو حريقة كإيمانيسا حقا سو آديسا جهدان اي صوحكتا جهدان لنعان اي صوحكتا ماشا مسقضة اي لنعاس حيق جرتي هذا مركي كلقيت تهي ويوريك سنتهي هذا مركي آخر تهي حريقة كإيمانيسا وكدريسا هلكان حريقة كإيمانيسا وكدريسا هذا مركي بلاو تهي حلقاس أيك جبنته فأيا القدرية هذا مركي لحظة كجرته حريقة كإيمانيسا حلقاس أي سؤاليسا وسي وذيسا هذا مركي كلمة تهي واكن مفردة مركي تهي هذا مركي تهي آخر الكلمة واكاسا نوعان أيكو إمادا مركا آن لكنو حرف الهاء كيف نكتب حرف الهاء حرف الهاء سيدي أقرين حرف الهاء مركا بلا بيست واجبنتها أفكار واجبينيسا هوس أيا سوء آديسا كدب أيا فأدي عمل أيا كدريسا فأدي لحظة كشي ها مركا بلا بنيسو قدك رقعة واكاسا أفكار ويكجرنتها ويكجبنتها كدب فأيا كسو دريسا هذا مركا بلا بطواكاسا هو أوكال يا يوحي لمدة ان هذا مركي لحظة قشو وسط الكلمة حريق قلو عنا يا كإيمانيسا هالكاس ايا اقلو عنيسا هذا مركي وسط قشو هالكاس ايا اقريسا سيداس ايا نقنيسا ماشي قد كنسقضة او عكسي كيسا هاي او بسيط كيسا هاي او نسقضة سيداس لو قري جري لكن رقعة سيدان ايا اصول لحظة ان انكو عليو حرف الهاء حريق ايا كإيمانيسا هالكاس ايا اصول جبنيسا نعم هالكاس ايا اجبنيسا aan maxaan ku jiraa kaligii markuu yahay waa wax iska wareegsan waay kaligii markuu yahay uu wareegsan yahay saas ayuu u jaban yahay waxa ku soo haray ha aakhirka gasho haadu markay aakhirka galayso xariiq jaban ayaa ka iimaaneysa sidaas ayaa u soo buuseysa xariiq jaban ayaa ka iimaaneysa sidaas ayaa leedahay haadu markay aakhir tahay waxa jirto ha kala aakhir ah meeshan ku qorneen sidaan oo kala waa la sameyn karaa qaabkaana way ku imaadaa waa kuwa iska qaab yar qaabkaasna way ku imaataa bihi oo kale qaabkaas waa iskaaga dhahaa bihi oo kale bihi saas ayay ku iman kartaa haadu markay aakhir tahay marka labadaas nooc ayay noqtaa nooc jaban oo saan ah iyo noocan oo aakhir ah harful haa harful haa waxaan u tilaabsanaynaa insha Allahu ta'ala laba xaraf oo ugu dambeeyay oo kamida xuruufta hingaada ee alfahmaalaha waa harful lam alif wal ya harful lam alif wal ya كيف نكتب حرف لام ألف والياء لام ألف كمركو بلابنا يو حريق أيا كو بلابسا ساس أيا هوسو سوء دينيسا ألف كي رقعة أيا كورك ساريسا آخر مركو يهين حريق جبن كدبنا كور أيا كغسو دريسا ألف كي أيا ساريسا لام ألف كسيداس أيا لوقرا حريق أيا كإيمانيسا ساس أيا لذا ألف أيا كورك ساريسا أن مركو آخر الكلمة يهين حريق جبن كدب كل جيم مركو يهاي عمل
ألف كيس أيا كساري صح وها ملاحظ أه ألف كأيا وحير كورينا لام كوحير أيو كجابنانا ألف كأيا وحير كورينا لام كوحير أيو كجابنا يا ذو مركي آخر كتاي يا ذو يا الكلمة مفردة مركي تاي محنكر هذا بلاو سيدا بعضه كلاوي نوعا وبلاو أما نوع كله يا ذو مركي كله يتهي واكن يا ذا مركي كله يتهي واتن يا قوذان مركي تهي آخر الكلمة مركي تهينه سداس أي نقنيسة إذا كيف نكتب لام الألف سدي أقرنا لام الألف سدي أقرنا كيف نكتب لام الألف لام الألف أن أردنا سدا لا أقرأ لام الألف ك لام كأيا وحير جابن أساس على ذا كتب أيا ألف كي رق على كرك كنيسة نعم لام كي وحير ساسو يهي ألف كي أيا كرك كنيسة لام الألف لام كأيا صانع أن ألف كيسة يا كرك كينيسة ما نكون دريسة كر يا كساريسة آخر مركو يهينة لام ألف كحريقة كإيمانيسة وجمينيسة هل كاس يا كجسو دريسة ألف كأيا مركو حير دير آخر كإيمانيسة وجمينيسة هل كاس يا كجسو دريسة ساس يا لا ذه لام ألف كي يا ذو مركو بلابنيسة مثل الباء بعض لما نوع أي نقنيسة باء صانع نوع سيا ذو وين قطع نوع سيني ذا هينة وين قطع way ku bilaabataa aan yaadu markay dhaxda galeyso waa lamid sida baaqda iyadi aan soo marnay oo kale waa aakhir markay tahay ayaa hadal laga hadlaa alif kaas ku bilaabaysa qaabkaas hoos ayaa u soo dageysa yaadu markay kale tahay aakhir markay tahayna sidaas oo kale waa lamid aakhir markay tahay waxa kale oo mulaahad ah ya kale saan u qaloocan ayaa jirto ya kale oo saas u qaloocan oo xaraf ka fiido kale lagu daro ayaa jirto noocyadaasna way ku imaadaa way marka xarafkeena waxa ugu dambeeyo oo maanta aan baraneyno xarfu laam alif wal ya waxaan insha Allahu ta'ala iskuugu iman doonaa waxaan iskuugu iman doonaa erayada inaan ku tababarano at-tamriinat 'ala al-kalimat waxaan kale iskuugu iman doonaa inaan ku tababarano jumlooyinka wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallama 'ala nabiyyina muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in